مشاهدي قناة جو تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. يعني صراحة منطقة الدرب مع عدة تحولات المكان لرمي النفايات وعمليات الهدم في المنطقة ما زالت متواصلة. يعني انتم كيف ما كتشاهدوا معنا الوضع الكارثي بالمنطقة، يعني الأزبال منتشرة في أي مكان. انتم كيف ما كتشاهدوا معنا، يعني صراحة الوضع هنايا جد جد كارثي. كنتمنوا أن هذه الأرض هذه تنقى، ما تبقاش فيها هاد الأزبال، ما تبقاش فيها هاد الرائحة الكريهة، خاصة أن هنا كيدوزوا المارة، هنا الناس كتبيع وتشري. يعني ما يمكنش أنكم تخليوا الوضع بهاد السوء هذا وتخليوا الوضع بهاد الحالة الكارثية. كيف ما كتشاهدوا أيضا عملية الهدم لا زالت متواصلة بمنازل ولا بمنطقة درب معيزي. هاد المنطقة معروفة ومنطقة اللي كتطلع على مسجد الحسن الثاني وبالقرب منها، دونك ما يمكنش ان الشكل ديالها يبقى كارثي بهالطريقه هذه. دونك داكشي علاش كنتمنوا الناس المسؤولين انهم يستغلوا هاد الارض. ايضا كاين هنا ملعب ديال القرب، كاين هنايا بزاف ديال الامور اللي زوينه، ولكن هاد الارض هادي ما مقاداش نهائيا، فيها رائحه جد كريهه. كيدوزوا منها الناس، كيدوزوا منها رجال كبار، عائلات كبار، يعني باش يخديو الاغراض ديالهم باش يخرجوا للشارع. دونك ما يمكنش انهم يبقاو يدوزوا من هاد الازبال هادي، يبقاو يدوزوا من هاد الارض اللي بهالطريقه هادي. يعني كيف ما كتشاهدوا معنا صراحه منطقه الدرب معيزي من اشهر المناطق هنا بالمدينه القديمه وبمدينه الدار البيضاء، ولكن للاسف الحاله اللي ولات مؤخرا حالة كارثية. وكنتمنوا انهم يقادوا هاد الامور، حيت الصراحة المنظر ما بقاش زوين. انتم كيف ما كتشاهدوا معنا الازبال وكتشاهدوا معنا المنازل اللي مازال الهدم متواصل فيها. دونك كنتمنوا ان يكون شي حل اللي يقادوا هاد الامور، خاصة ان كاين درب طاليان، درب طاليان كاين فيه واحد الملعب ديال القرب، كاين فيه فضاء اخضر، الانشطة اللي وليداتها كيلعبوا فيه. ولكن هاد شنو كنقولوا بان هاد البلاصه اللي كدور بهاد المناطق هادي، لا من درب معيزي لا درب طاليان، حاله كارثيه في هاد الارض. كنتمنوا ان المسؤولين انهم يقادوها، يعني يجيو الناس المسؤولين يجمعوا هاد الازبال يحيدوهم من هنا، يقادوا الارض ما تبقاش بهاد الطريقه هادي. خاصه ان هاد البلاصه كيجيو دابا يحطوا فيها الناس السيارات ديالهم، الناس كيدوزوا منها. دونك ما يمكنش ان الوضع يبقى كارثي بهاد الطريقه هادي، خاصه ان مدينه الدار البيضاء حشومه ان تبقى بحال هكا. يعني كاع المدن فيهم مدينه قديمه الا مدينه الدار البيضاء. علاش مدينه قديمه ديال كازا مكرفصه بهالطريقه هذه؟ يعني واش ما بغيناش ان مدينه الدار البيضاء تبقى فيها مدينه قديمه؟ ضروري ضروري اي مدينه، سواء فاس، الصويره، اي مدينه كيف ما كانت كيكون عندها مدينه قديمه ديالها، الا في كازا مدينه قديمه ديالها اللي في واحد الحاله اللي كارثيه. وكنتمنوا ان هذا الشيء ما يبقاش نهائيا. على الطائر هو اللي كيكون هنا بزاف وكثير بزاف بسبب الازبال وبسبب الرائحه الكريهه اللي كتكون هنا. يعني كنتمنوا ان يكون شي حل في اقرب وقت لحل هاد المشاكل هاد. شوفوا الازبال منتشره في الطريق بواحد الطريقه ما زويناش نهائيا. يعني الصوره راه كنظن انها واضحه باش انها تعبر لكم على شنو واقع بهذه المنطقه. عاد الحشرات الضاره، عاد الطائر ديال العوا اللي منتشر هنايا. دونك كنتمناو ان يكون شي حل في اقرب وقت لحل هذه المشاكل. وهنا مشاهدي ومتابعي قناة شوف تي في كنكون وصلنا لنهاية هذا البث. كنشكركم على حسن المتابعة، نتلقاوكم في بث مباشر آخر، موضوع آخر. بسلام عليكم ونهاركم مبروك.